ولهذا أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلني وياكم منهم لديهم أشياء تسمى شعار. ما هو الشعار؟ شعار لأهل السنة. ما هو الشعار؟ أشياء يعرف بها الرجل أنه من أهل السنة أو من المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، محافظة على الصلوات، النصح للأمة، الأدب، أخلاق، كذا أمور يعرف بها أنه هذا من أهل السنة وهذا معادي، نسأل الله عليه وسلم للسنة. المحبة الصادقة تكون بالاتباع لا بالابتداع، وذكرنا هذا في أول الدرس. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول أبو جهل رأس الكفر والضلال، يعرف معنى لا إله إلا الله. وعندنا ممن يدعي الإسلام في هذه الأيام لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمور يجب أن نعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.